السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي احول ماس لجينيريك موديل. طيب اول حاجة اعملها ان انا ارسم ماس، والخطوة دي اول حاجة اللي احنا نعملها دي ممكن تعملها مع عدد كبير من الماس، مش لازم واحد واحد. ممكن اجي هنا في الماسنج اند سايت واقول له انا عايز امبلس ماس واقول له اوكي، وبعد كده هبدأ ارسم الماس بتاعي بالشكل دوت واقول له كريت فورم وابدأ اعدل فيه على الحاجة اللي انت عايزها وتقول له فينيش ماس. الماس دي لو انا جيت هنا وقلت له اديت امبريس ودخلت هنا في الفاميلي كاتيجوري هلاقي ان انا ما ينفعش احولها لجينيريك موديل. changing to or from the mask category is prohibited. خلاص اقول له اوكي. طيب احولها ازاي بقى؟ اول حاجة اعملها هاجي هنا فايل واقول له اكسبورت واروح جاي على الاي اف سي اوبشن، اي اف سي اوبشن، وروح جاي هنا اتاكد ان الماس لو صدر لاي اف سي الماس اهيت الماس وفروم، اتاكد ان هم معمولين على اي اف سي بيلدينج ليميت بوكس. كانسل واروح قايل له فايل واقول له اكسبورت وراح قايل له اي اف سي وراح مصدر الملف ده لاي اف سي. اقول له صدروا لي مثلا 22 على ديسكتوب سيف اكسبورت. وبعد كده هاجي هنا فايل واقول له اوبن اي اف سي وراح مختار الملف اللي هو 22 واقول له اوبن. خلي بالك اوتو جوين اليمنت يعني بيقول لك خلي العناصر اعمل جوين مع بعض امرهم بعض كوريكت لاين ذات. لو في خط منحرف سنه بسيطه كده عن الاكسات تبقى ظبطها وخليه منطبق معاها. لو في جزء من ملي كده اقول له اوبن دلوقتي اقول له اوكي واجي اعمل سيلكت على الاوبجكت بتاعي جينيريك موديل امبليس. تدخل هنا برضو تتاكد تلاقي جينيريك موديل وتلاقي اداك الادوات اللي تخليك تعمل جينيريك موديل.